السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الكلاب زقوم تقدر تشوف فيه الملف اللي انت عايزه، وتقدر ان انت تشوف برضو فيه الكلاشات، تقدر ان انت تعمل زي برزنتيشن كده من خلاله. فمن فايل تقدر تقول له اوبن، وتبدأ تختار الملف اللي انت عايزه. هو طبعا تركيزه على ملف الاي اف سي، والملف الاي اف سي زيب، ولو في بوينت كلاود برضو يقدر ان هو يفتحه، ولو في ملف بي سي بي، في ملف اكس واي زد يقدر ان هو يتعامل معاه. طيب هبدا اختار مثلا الملف دوت، ونقدر نفتح اكتر من ملف في نفس الوقت، يعني ده المعماري والانشائي مع بعض. باجي هنا الاقي الملفات اهوت، اقدر اقول له مثلا انا عايز اركز على المعماري او الانشائي، او انا عايز اشوف ليفل معين. ده ليه قسمهم لي بيم وكولوم واوبننج وسلاب وستير وول بالشكل دوت. ده النافيجيشن بتاعي، ممكن اقول له انا عايز اشوف السمارت فيوز، ولو في حاجه في الشيل موجوده اللوكال. اي جزء من دول تقدر تتعلم هنا، وتقدر تقول له اديت او دوبليكيت او ريموف. والنافيجيشن برضه ممكن تقول له من الكولوم ده مثلا ان انت عايز تشوفه او تخفي العناصر ديت، او تقدر تتحكم في الشفافية بتاعته. مثلا تقدر انت تقدر تخفي مثلا الانشائي كله، ويبقى لك بس المعماري. والمعماري برضو تقدر تيجي هنا وتخفي دور معين او تخفي جروب معين زي ما انت عايز. نفس الفكرة، اقول له اظهر لي العناصر كلها. تقدر تدوس رايت كليك وتقول له اد تو ماي فيو او ريموف فروم ماي فيو او شو ماي فيو بالشكل دوت. ده تقول له مثلا انا عايز ريفول ماي فيو، يبدأ يظهر لك العناصر اللي انت عايزها بالشكل دوت. الكلاش ريكوست ترايل يبدأ يجيب لك الترايل شغال معاك 30 يوم. هنلاقي هنا الايشو، لو في اي مشكلة تقدر تعمل سيلكت وتقول له في هنا ايشو، هو يبدأ ياخد الصورة الزوم على الحاجة اللي انت عاملها، وتكتب هنا المشكلة مثلا نو كولوم، الديسكريبشن بتاعها، الليبل، مين اللي المفروض هيحلها، الديدلاين، التاريخ اللي المفروض تخلص فيه، البريورتي بتاعتها، الأولوية. ممكن مثلا اقول له انا عايز كومبوننت ام في يو برنت، الحاجات اللي معمول لها سيلكت، سيف فرايت كلر، واقول له سيف. فيبقى اثناء الاجتماع يبقى عندي مشاكل كتيره، كل مشكله اقف عليها يبدا يعمل هو زوم عليها، ونبدا ان احنا نشوفها ونناقشها. وهيجيلي ايميل الشخص اللي في اللي انا بعت له الايميل، يقول له خلي بالك ان في مشكله، ويبدا يجيب له الديتيلز بتاعتها بالشكل ده. طيب عايز اظهر كل حاجه، هاجي هنا واقول له شو، وده برضه هقول له شو. نقدر بقى نشوف الملف كاوربت بتلف حوالين المكان، او فلاي كانك انت طاير، فلاي مود. وتقدر برضو تقيس لو انت عايز تحط دايمنشن مثلا من نقطه لنقطه، هيبدا ان هو يجيب لك المسافات بينهم. وتقدر تحط المعلومات بتاعتك، مثلا في اليبس عايز ترسمه هنا، مثلا تبدا ترسم الاليبس بتاعك، ممكن ترسم زي ما انت عايز ريكتانجل، تقدر تكتب تكست، كل الحاجات دي عشان تفيدك اثناء ما انت في الاجتماع عايز تناقش اي موضوع، فتلاقي الموضوع سهل معاك بالشكل دوت.